العملية جاءت استغلالا لمعلومة تفيد أن المشتبه فيهم ينشطون في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ويحوزون على أسلحة بيضاء قصد ترهيب الساكنة وبث الهلع في أوسطهم. عليه تحركت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية مع الجهة القضائية المختصة إقليميا وحصرت مكان تواجد العصابة وتمكنت من توقيفهم وحجز 823 غرام من الكيف المعالج، 386 قرص بوهلويس من نوع بريغابارين 300 ميليغرام، مبلغ مالي من العملة الوطنية يعتبر من عائدة الترويج يقارب 500 مليون سنتيم، مبلغ من العملة الأجنبية يقارب 1375 أورو و 27 قطرة سلاح أبيض مختلف الأنواع والأحجام من سيوف، بندقية صيد بحرية، بوشية سكاكين، مركبة سياحية تستخدم في عملية الترويع، بالإضافة إلى 1041 وحدة من المشروبات الكحولية تم حجزها بشكل عرضي في مسكن آخر بذات الحي، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 80 مليون سنتيم. تم إنجاز ملفات قضائية ضد السالف ذكر سيحالون بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.